الحديثه في الموسيقى العربيه واللي بسجلها لقناه افتكاسات الفنون وقناه المايسترو محمد الفكهاني ومحدثكم محمد الفكهاني. اهلا بكم. تعالوا النهارده نتكلم عن مجموعه السيكا ونتعرض لفكره النسبه، نسبه السيكا. لو عنوان النهارده الرئيسي هيبقى مجموعه السيكا اهي، دي النظامة الرئيسية بتاعتنا، ومقام السيكا أو دليل بتاع السيكا بيبقى سي نص بيمول والمي نص بيمول، وفي مدارس تانية يعني بيكتبوها مي نص بيمول بس، لكن أنا وايد ده اللي هو مش حق من الرصد يعني. طيب هو بيبدأ إيه؟ هو بيعمل مي فا سول، ده كده اللي هي نسبة السيكا عشان بس نبقى متفقين، اللي هي تلات ارباع واحد، ده كده مي فا سول دي نسبة السيكا، ودي انا هتبقى ثابتة معايا تلات نغمات اهو. يبدأ بقى من السول، إذا عمل سول لا سي وبعدين دو ري مي، هنا في جزئيتين بس نكمل الأبعاد الأول. هعمل بس معلش السكر والغنى مرتين، فهنقول ادي السول لله واحد، ومن الله للسي نص بيمول تلات ارباع، من السي نص بيمول للدو تلات ارباع، من الدو للري واحد، ومن المي تلات ارباع. طيب ايه اللي حاصل عمليا هنا؟ هو الراجل هنا من السول للدو عامل هنا راس على ايه؟ على السول، وطبعا دي عامل هنا نسبة سيكا، وقلنا هي نسبة مش جنس مش رايح لله، واخدين التلات نغمات دول ومن عند الدرجة التالتة بنعمل اللي احنا عايزينه. طيب يبقى احنا مسمانا الرئيسي اللي هو الأولى بتاعتنا اهي سيكا، والسيكا قلنا خلاص هي تلات نغمات النسبة ثابتة في كل المقامات. السيكا هيطلع عليها من الدرجة التالتة اهي، من التالتة اهي هيعمل ايه؟ الرصد. طيب ده الاستخدام الفعلي والأكثر تداولا ويعني بالفعل، لأن ده استخدام السيكا هيلعب في شوية نغمات دول أحيانا، ولذلك هما بيروحوا يعملوا جنس اللي هو فرع تاني يعني يعملوا عليه جنس رصد، فيقوم يزود هنا نغمة مين يعني هنا يزود هنا نغمة فا علشان يعمل ثلاث ارباع تانيين هنا اهو عشان يظهر هنا جنس رصد على الدو، ده هنا رصد على الدو يعني كانه عمل رصد على النوى، رصد على سول، ورصد على الدو، ده اللي مقصود بيه. طيب ده فرع الفرع ما هوش رئيسي يعني، ممكن حد يوصل له ممكن حد ما يوصلوش، ممكن يكتفي بانه يوصل لغايه الني فاصبح ما عملش جنس رصد يعني كانه تجنيس او كانه طبع رصد يعني ما كملش الجنس بالكامل فعمل تجنيس رصد لما عمل دور مي، فنقدر نعتبرها كده يعني لما نيجي نقول ادي مي وللدو درجه ثالثه يعني مي فا سول لا سي دو، فنقدر ان احنا لو حبينا، لكن انا رايي ان احنا بنكتفي بالتسميه بالاثنين دول فقط اللي هو الجنس الاصل، احنا بالنسبه لنا هنا النسبه طبعا، المهم ان الاصل والفرع الرئيسي اللي هو الاولاني، عايز تزود مفيش مشكله تقوم حضرتك كاتب لي هنا ان السته يعني يقدر يعمل هنا سته رصد، يبقى هو سيكا ثالثه رصد سته رصد. ده لو حبيت اعمل العنوان يعني مفسر تماما وان انا هجيب هنا البعد الزائد ده المكمل، لا البعد الزياده في المقام مش بعد زائد يعني مسافه زائده، لما كده انا اجيب بعد زائد او مسافه او نغمه زايده عشان اكمل فكره الرصد، اوكي؟ فايه المشكله ان انا اقول سيكا ثالثه رصد سادسه رصد؟ مفيش مشكله خالص لو عملت كده، ايه المشكله؟ احسن ما افضل اقول اسماء يعني ما يعني ارحم من ان انا افضل اقول شويه اسماء كثيره. تعالوا مثلا نشوف تحويله من التحويلات اللي ممكن مثلا تتعمل، ان اشهر المقامات برضو بعد السيكا يعني اشهر المقامات ده طبعا ده اللي هو بيسموه السيكا يعني، واحنا قلنا اتفقنا
ان هو كله هيبقى مظل السيكه. تسلم ايه هو بقى ما توجعليش دماغك، يعني هو دي المظله كلها سيكه. حتى الهزام، حتى الهزام اللي عليها الجولات اهو برضه من السيكه. ليه؟ لان هو في الاول وفي الاخر عملنا هنا مي فا سول، ادي نزله السيكه، هيطلع يقول لا بيمول، وبعدين سي مي كار دو ري، ويقفل في الاخر بمي. طيب ايه اللي الراجل عمله؟ هو برضه التزم بنسبه السيكا، ادي اهو ثلاث ارباع واحد والجزء ده كده نسبه سيكا، وجه من عند السول اللي هو له نص واحد ونص نص، عمل هنا كده ايه؟ حجاز، يعني هنا كده حجاز، وهنا طبعا سيكا. والسيكا دي مش حاطه اقول نسبه سيكا، لان احنا اتفقنا ان المظله بتاعت السيكا بتعتمد على النسبه، ويروح بعد كده بقى منين يحول. طيب برضه نفس الفكره، ادي من التون الري، ادي هنا واحد من الري المي ثلاث ارباع، حتى هو يكمل بعد كده يعمل الراس، يعني ماشي مفيش مشكله يعمل الراس، لو حب يعمل اللي هو فرع الفرع، يعني لو حب يعمل الفرع الفرع هو حر، يعني له حريه التناول يعني. طيب حسبني ازاي؟ برضه نفس القصه، هقول بقى هنا كده، اولى سيكا، ثالثه حجاز، بس ايوه. ولا سيكا ده حجاز، عرفت ان هو يعادل اللي هو الوزان وما وقعش الدم. ولا سيكا طبعا مش لازم اقول الاولى، يعني حتى اولى دي نشيلها بقى، لان هو خلاص المظله مظله سيكا، الليله سيكا، هنشتغل سيكا. فاقدر اقول بقى سيكا دلتا رز او سيكا دلتا حجاز وخلاص. عايز اقول البعد الجديد اللي هو اللي فوق الفرع الفرع، يعني سيكا دلتا رز ستة رز، سيكا دلتا حجاز ستة رز، برضه حب يعمل هنا ستة رز، هتبقى نفس الفكره التاني لو حبيت اقول كده. وان كنت انا زي ما قلت لكم، انا يعني انا شخصيا اكتفي بالاصل واول فرع يقابلني مثلا، يعني الاصل واول فرع، حبيت اكمل من حقك تكمل طبعا. طيب ممكن يعمل ايه تاني برضه من حاجات زي السيكا مايا والحاجات دي بقى، وانفاس الطيب والاسماء اللي ما شاء الله يعني عندنا اهي. تعالوا نقول شويه حاجات كده، والسيكا مايا بقى والمستعار والاثنين، بس فرق بينهم الفاديز، عشان خاطر لعيب الفاديز اوجع دماغي بقى واغير مقام الشعار ومقام المستعار والسيكا، بس حط فاديز ومش حطها اساسيه كمان، ده انا رايح اقولها فابي كار وبعدين اقوم راجع عامل الفاديز واقوم رايح مكمل مرجيحه هي بقى رايح جاي، مش منطق يعني. برضه قبل ما اتنقل للمهام ده، عشان في ناس بتعتبر ان المي فا صول لا ده جنس وزان، انت حر، انت عايز تعتبر ده من حقك تعتبر، زي ما في ناس بتعتبر هنا ان مي فا صول لا مي كار جنس سيكا، اذا انت هتكبره على كده انت حر، وعدل بقى مقامات وحط مقامات كتير، لكن هي السيكا معروفه طول عمرنا ان السيكا نسبه تلات نغمات. كونه بقى هنا هو توافق معاك سمعيا ان لما لمست عربه اللابي مول دي فاداك يعني طبع كده او يعني طعم كده، رحت انت قال له وزان، انت حر سمي وزان مفيش مشكله، وانت وابنك قبلت انك انت تقول من الميفا سول لابي كار دول كده تقدر مسميهم جنس، لو انت وابنك قبلها ماشي مفيش مشكله يعني، لكن هو احنا كتصريف وتفسير للمقام احنا بنروح للسول، ومن السول بنبدا نعمل الرصد، طعم الرصد من على النوى من على السول، مش ان انا اطلع مي فا صول لا وبعدين رجعت عملت جنس متداخل، لا طبعا الموضوع مش كده يعني. طيب نكمل، ادي السي وادي المي كلهم نص المول، ونروح مثلا نعمل ادي مي فا صول، ادي النسبه بتاعتنا، بعد كده عمل لا وبعدين حول السي نص المول الى سي بيمول، اهي سي بيمول دو ري مي، وقلنا طبعا برضه هو لو عايز دايما المكمل دايما الستة دي هي هتكون رز اغلبها، يعني هتكون كده، فهيبقى انا بعد عندي ايه؟ ادي ثلاث ارباع واحد، وبعدين عمل هنا واحد نص واحد اللي هو النواند بتاعنا من الدول الري، واحد ثلاث ارباع ثلاث ارباع عشان يعمل المكمل اللي هي. طيب ايه بقى موضوعنا؟ موضوعنا هنا بيقول ان من المي للسول ادي سيكا،
اللي هي نسبة السيكا من السول للدو ناونت اهو، وقلنا من الدو للفاضي لو حد يعني يكمل الفا، لو وصل الفا هو جنس رصد على الدو، ما وصلش الفا كانه تجنيس رصد او طبع رصد يعني كانه يعني كده، فعايز يقول لا ماشي مفيش مشكله. هنسمي ايه؟ هنقول الاولى سيكا اهي. ايه اللي حصل هنا بقى؟ ثالثه ناون بس، وانا شايف تكتفي زي ما قلت لك كده، اكتفي باول اللي هو الاصل والفرع الاولاني. الاصل والفرع كفايه قوي عندي قوي، هو اللي بيوضح المقام عايز يقول ايه. يعني الاصل والفرع اول فرع يقابلك ده مع الاصل هو اللي بيوضح لك انت عايز تقول ايه، اللي فوق ده مكمل عشان نقفل المقام يعني. نعم ده الفكره بتاعته. ده اللي هو يعتبر هناك بيسموه مقام المايا، ولو هيستخدم الفاديز كمان بيستخدم الفاديز زي هيقول ميني فا سول، بعدين يرجع يقول فاديز، بعدين يعني هو رايح يقول فابيكا وبعدين يرجع يقول فاديز وبعدين يقوم رايح مكمل المام تاني. يعني هي فكره كده. انا ما ينفعش احط طبعا المايا ده، ما ينفعش اللي هو سوري المستعار ده بالطريقه دي، يعني ان انا اقوم قايل مي فا سول وبعدين قايل فا دي اس سول لا، ما هو انا عامل هنا نهاوند. طب انا عامل نهاوند، ما انا من حقي اثناء استخدام النهاوند ان انا اجيب الحساس بتاعه اللي هو بيظهر تصريف الحساس الاساسي، هو عامل كان يعني كان عامل نهاوند على السول هنا، فلما اعمل نهاوند على السول واقوم لابس الفا دي اس ايه المشكله؟ من ضمن اللمسات هنعتبرها يعني ايه؟ عربه كده في النص يعني التحليل. مش عشان انا عملت فديز كده بحل كده الموضوع معتبره مقام اسمه مستعار، يعني دي فكره من الافكار. تعالوا مثلا نشوف المقام اللي هو كان مشهور اسمه انفاس الطيب، يعني انفاس الطيب اسم جميل كده وكبير. هو ايه برضه؟ مثلا هنقول مي اهو مي فا سول، ادي النسبه بتاعت عمل ايه بقى الراجل؟ عمل لا بيمول وسي بيمول دو، عمل كورد يعني رسم، وبعدين كمل ري مي. عايز زي ما قلنا بقى عايز تطلع للفا انت حر، يعني انت صاحب قرار نفسك انك انت تطلع تكمل فوق. ابعادنا اهو تلات ارباع واحد، هنا عمل ايه؟ عمل نص واحد واحد، ده اللي هو ايه؟ اهو ده كده اهم حاجه، ده اهو ده كورد اهو. اللي فوق بقى ايه؟ واحد تلات ارباع تلات ارباع، هو حب يعمل من فوق الراس ده. طيب وهنا ادي الثلاثه دول عندنا سيكا اللي هي نسبه السيكا، عشان ما حدش يجي يقول لي جنس سيكا، انا مش مقتنع بفكره جنس سيكا وجنس وزان، انا شايف ان هو نسبه سيكا واقدر اقول وزان واقدر اقول من فوق حجاز واقول نهاوند واقول راس كله انطلاقا من درجه الغماز اللي هي السول دي. فنسمي هنا هنقول ايه بقى؟ ادي اولى سيكا اهي. ايه اللي حصل عندي الثالثة ايه؟ الثالثة كورد، اهو عامل ثلاثة كورد. وأنا شايف مكتفي كده. سيكا ثالثة كورد، خلاص عرفت. ولا تقول لي أنفاس الطيب ويبقى 50 اسم، لا هي التسمية مفسرة اللي أنا عايز أقوله. عايز تزيد في التفسير قوي يعني وأنت في أثناء العزف أو أثناء أداء أغنيتك هتوصل تعمل رصد فوق، يا عم قول لي مفيش مشكلة، قول لي رصد على السادة اهو، السادة مفيش مشكلة. اعمل اللي انت عايزه، من حقك تعمل اللي انت عايزه. يعني وطبعا في ان احنا مثلا بنقول البياتي، وطبعا بقى يعني برضه من ملحوظات اللي كنا عايزين نقولها، لما راح عمل الحجاز بقى لما كمل على المي نص بيمول كان اسمه هزام، ولما راح عمل لما صور من على السي نص بيمول سماه راحت الارواح. وبرضه مقام مثلا زي مقام العراق وبتاع نعمل مثلا وفي بياتي، واذا كنا هنعمل الصبا عشان يبقى باستنكار. فيعني هي دوشه اسماء او يعني ارهاق للذهن في حته الاسماء دي بطريقه يعني حقيقي صعبه يعني. تعالوا نشوف مثلا البياتي، تعالوا نشوف البياتي او هيقول مين؟ فا سول، ادي النسبه بتاعتنا. هيعمل ايه بعد كده؟ هيعمل لا نص بيمول والسي بيمول ودو، ونكمل بقى لو حب يكمل، ادي ري مي وادي الفا، ماشي. الابعاد
مي فا تلات ارباع فا سول واحد. طيب سول لا نص بيمول تلات ارباع، لا نص بيمول سي بيمول تلات ارباع، ومن سي بيمول دو واحد. ادي الجنس الباقي، يعني هو من السول اهي للدو دي عمل بياتي اهو. كمل بقى من دول اللي واحد من اللي مي تلات ارباع تلات ارباع عمل اللي فوق، يا رز مفيش مشكله براحتك. دايما المكملات دي في المكان ده، دايما الحته الاخيره دي رز 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 رز. والجزء الاولاني ده اهو سي. فدايما هنلاقي التغيير في الفرع الاولاني، يعني المكملات دي دايما واحده عشان يقفل بيها، يعني دايما السادس رز السادس رز السادس رز عشان يكمل المقام ده لو هيوصل له لفوق، يعني كده لا كده. لكن عشان يميز المقام، ايه اللي هيميز المقام؟ الاصل اللي هو الثابت، والتغيير الاولاني اللي هو اول فرع بيقابلك، يعني اول ما بخلص اصل اول واحد بيقابلك ايه؟ الفرع الاولاني، هو ده اللي هيميز لك المقام. نبقى هنا مقامنا ده اللي هو عامل بيات، ده هنقول اولى سيكا اهي، ثالثه بياتي بس اهو. ونفس الموضوع لو عملنا الصبع، تعالى مثلا نعمل تحت الصبع اهو مثلا كده، ابدا مي فا سول، ادي النسبه. هيعمل ايه بقى؟ هيعمل ده نص بيمول زي ما عمل فوق اهو، والسي بيمول كمان اهو، وهيعمل هنا بقى ايه؟ الدو بيمول، هيعمل هنا الدو بيمول. طيب هنا بقى المكمل ايه؟ تعالوا بس نفصل الحته دي عشان اوريكم ازاي فكره الصبا، يعني كانه عامل صبا من على الصوره اهو. طيب الصبا بيكمل بايه هنا؟ بيكمل حجاز ده لو هيطلع، يعني لو هيكمل فوق او هيطلع يكمل اكتر، هيعمل هيضطر يعمل حجاز من على السي بيمول. هنشوفها ازاي دلوقتي اهو. تعالوا نشوف كده الاول، ادي من المين الفا ثلاث ارباع، ومن السول من الفا للسول واحد، ادي كده دي النسبه بتاعتنا اللي هي السي اهي. طيب سول لا سي دو بيمول دول كده الجزء ده كده، ده صبا ده صبا اوكي، معلش بدون الهاء نشيل الهاء دي، اللي هو ايه بقى؟ عمل تلات ارباع تلات ارباع نص. حلو، هو دلوقتي كده بيز لي خلاص ان هو عمل لي، يعني لما اجي اسمي الجزئيه دي اسمي ان هو ايه؟ ان هو اولى سيكا اهي، والثالثه صاب. خلاص انا فكرت اول قلنا الجنس الاولاني او الاصل، وبعدين اول فرق. طيب المكملات زي ما شفنا اغلب المكملات كانت رز، لكن هنا المكمل ممكن يختلف ان هو يعمل ايه؟ متداخل، فيعمل سي بيمول دو بيمول، وبعدين يقوم رايح هنا للري، وممكن يقوم عامل هنا مي بيمول اهو، مي بيمول اهي، يقوم عامل هنا بقى في الحته دي ايه؟ ادي نص، نكمل الابعاد بتاعتنا بس، ادي نص، وبعد كده هنا واحد ونص نص. ايه اللي عمل ده؟ عمل حجاز، عمل حجاز ايه؟ متداخل اهو. تعالوا ناخد الجنس نوضحه، ان هو من على السي بيمول عمل هنا جنس حجاز اهو، ده حجاز اهو. طيب انا اوريدي الفرع مبني على الاصل، وفرع الفرع مبني على الفرع، فانا لما اجي اقول هنا السي اللي هو الخمسه، مش هيبقى في دماغك السي نص بيمول، لان اوريدي انا كده كده رامي لك هنا الصبا. يعني لما اجي اكتب لك، لو انا حبيت افسر اللي هو التفسير بتاع المكمل، لو حبيت اقول لك ايه المكمل، فهاجي هنا اقول لك الخمسه حجاز، فما تقوليش ان الخمسه دي، عشان في حاسس كده تطلع تتفلسف شويه يقول لك ايه الخمسه دي، يعني انت تقصد خمسه من على سين نص بيمول؟ لا، اقول لك لا، لان فرع الفرع مبني على الفرع، فالفرع بيبقى انه صبا عمل هنا السي بيمول، يعني عمل السي بيمول، فبما انك انت هتبني فرع الفرع على الفرع، فيبقى انت الحجاز ده مبني على السي بيمول مش على السي نص بيمول. يبقى هنا ايه؟ ايوه عشان يبقى فاهم الحته دي، انت باني فرع الفرع على ايه؟ على الفرع، زي ما الفرع مبني على الاصل، فانت فرع الفرع اللي اتبنى على الفرع ده اهو، الفرع ده اللي هو كان صبا كنا محولين فيه سي بيمول، اذا الخمسه في المقام اصلا الغالب بقت سي بيمول، فتقوم انت جاي لي هنا لما تيجي تقول لي ده عايز تفسر لي ان الخمسه حجاز، فهتعرفني ان الخمسه حجاز من على ايه؟ الخمسه بتاعت الفرع الاول اللي هو هتبقى سي بيمول، فاصبح هنا عامل حجاز على
السي بيمول، وده يعني هو مقام شويه. طبعا في الموسيقى العربيه هو بيستخدموه من على السي نص بيمول، لكن احنا في التصوير بنحقنا نصور من اي حته. معروف باسم الديستنكار من على السي نص بيمول. وزي ما قلنا بقى احنا ممكن نعمل فوق اللي احنا عايزينه، يعني عملنا رصد وحجاز ونهاوند وكرد وبياتي وصبا. ايه تاني ما عملناهوش؟ ايه تاني ما عملناهوش؟ يعني مش في دماغي ايه تاني ما عملناهوش. يعني ما يعني دي الاجناس اللي يعني ده اللي جاي في الذاكره دلوقتي، ده اللي فاكره. لكن زي ما قلنا هو المبدا بصفه عامه، يعني ركب انت اللي انت عايز تركبه. لو هتقدر انت تركب اثر ان هو اثر بس اي مجموعه من مجموعات الاثر، صغيره او اثر، اثر كورد، اثر بيادي، هتقدر تركب على حاجه بنتو اذا عندك الحرفيه والامكانيه انك تركب حاجه من العقود الثانيه دي او حاجه بطريقه معينه، يعني تقدر تركبها. المهم زي ما قلنا ما تجرحش الود وتكون وجدانيا مقبوله. ماشي، حب المسمى ايه؟ احنا مالناش دعوه بالمسميات، هنسمي بالتفسير. هتقول لي سيكا مثلا، يعني ما هو راح تيجي يتفلسف مثلا في مقام اللي هو التالت حجاز دي، اللي هو يعني يعادل في الموسيقى العربيه وزان واحد. ممكن هو عامل لي الجوز هنا على الفا، يعني الجنس بقى متداخل لدرجه الفا هنا. واحد يقول لي دي نسبه سيكا وبس انا هعمل على الفا هنا بقى ايه نوع اخر. والله لو انت عندك الامكانيه تقنعنا بادائك سواء غناء او عزف انك انت انتقلت من الاولى للثانيه مباشره، يعني درجه ركوزك بدل ما كانت الميزيكا بقت درجه ركوزك الفا، اذا قدرت تقنعنا بيها عمليا خلاص هنقبلها. هنقول لك لا ليه؟ هنسمي ان الجزء ده اللي هو من الفا بالدود اهو هنسميه نوع اخر. هنقول لك لا ليه؟ يعني طالما انت قدرت تعملها، قدرت فعلا تقنعني بان النقله من ركوزك ال2 نص بيمول وان الغماز بتاعك الدرجه الثانيه هتبقى اذا قدرت ماشي. لكن المنطقي ان الغماز هنا درجه السول اللي بنطلق منها للفرع الثاني. طيب ده كان موضوعنا النهارده عن مظله او مجموعه السيكا. ارجو يكون الشرح عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في قناه افتكاسات الفنون وقناه المايسترو محمد الفكهاني ومحدثكم محمد الفكهاني. اهلا بكم.